أهلا وسهلا، أتمنى تكونوا بصحة وعافية. أقدر أقول لكم حاليا ويلكم باك تو ماي شانل سينس هذا ثالث فيديو على القناة. الفيديو اليوم بنتعرف على خاصية جدا مهمة وهي خاصية الروم في برنامج الريفت. في نهاية هذا الفيديو بتكون قادر على 1- تمييز وتحديد كل غرفة على حدة، 2- كيف تستعرض المشروع بطريقة أفضل باستخدام الكولر أو باترن أو هاتش، 3- كيف تستخدم المعلومات المتعلقة بالغرف الموجودة أصلا في الموديل مثل رقم اسم الغرفة، مساحة الغرفة، المحيط، تشطيبات وغيرها في جدول منفصل جاهز للعرض والطباعة. هذا المشروع اللي بنطبق عليه نبدأ من الاركيتكتشر تاب، نروح للروم أو باختصارها على الكيبورد RM. الرومز ما تشتغل إلا مكان مقفل، في أي مكان مفتوح، يعني لو جيت أحسب مكان الباركينج ما راح تشتغل، لو جيت أحطها بأي مكان راح تشتغل في مكان مغلق. طيب في هذه الحالة أنا لو بحسب مكان مثلا بالكوني أو باركينج أو عندي أوبر بلانت، أنا ما أبغى يعتبر لي المكان كامل غرفة واحدة، هل في حل؟ إيوه في حل. الحل نطلع بالسكيب، نروح للروم سيبريتر ونقسم فيها المساحة، يعني مثلا هذا الانتري من هنا مثلا هذه مساحة، بعدين مثلا هذا اوفيس. وبكذا لما نرجع من الاركيتكتشر نروح الرومز راح نقدر نحدد كل غرفة لوحدها، ونفس الشيء في الباركينج لو ابغى احدده نروح الروم سيبريتر. أقدر أحسبها. طيب نحط التاجز بالأماكن، طيب أنا مكان زي هذا هو بارت من هذا الستورج بس ما هو محسوب عندي هنا وما هو محسوب معي هنا، فما أبغى هذا الوول، بنفس الوقت أبغى أحافظ على مكانه، إيش الحل؟ أو مثلا هنا في هذا الباثروم عندي هذا الوولز بس أبغى المساحة تكون محسوبة معاها، زي ما أنتوا شايفين ما هي محسوبة، يعني المكان الأزرق هو المكان المحسوب. فالحل جدا سهل، نحدد على الوول ونروح من البروبرتيز، من هنا عندنا روم باوندينج نحطه أنشيك، فهنا راح يتعامل مع هذا الفراغ كامل كأنه مكان واحد. نفس الشيء هنا نحدد على هذه التو وولز ونروح للبروبرتيز روم باوندينج ونشيلها. طيب بعد ما سويت كذا أبغى أتأكد إيش الوولز اللي عندي بتشتغل كروم باوندينج وإيش لا، نروح من الأركيتكتشر من الروم هايلايت باوندريز، زي ما أنتوا شايفين بتتحدد إيش هي الوولز اللي بتشتغل، يعني هذا صار لونه أسود ما هو أزرق، وهنا نفس الشيء. طيب نبغى الحين نسمي الغرف، في طريقتين، اما انه نضغط على نفس التاج واسميها من هنا، او انه نسميها نضغط نختار الغرفة نفسها ونسميها من هنا بدل رقمها 1 الروم، نقدر نسمي كل الغرف من هنا. طيب نسميهم، نقدر نضيف معلومات أكثر على التاج إن نحدد عليه ونروح من الـ Edit Type من الـ Properties Edit Type، ونقدر نحط مثلا الـ Area، نقدر نحط الـ Volume وتمام معانا، لكن أنا لهذا الفيديو بس بستخدم اسم الغرفة والرقم. لو بنجهز بلان لبرزنتيشن أو عندنا بنب نقدر نحذف الروم تاج، بس أنا عن نفسي ما أفضل أحذفها إلا لو أنا متأكدة 100% إنه ما أبغاها، فأنا أفضل إنه أسوي لها هايد. نختار الروم تاج ونروح هايد ان فيو كاتيجوري. طيب ابغى بس اوريكم كيف نسوي لها لو احتجتها ان هايد ريفيل هيدن اليمنت، ونختارها
ونقول له unhide category وبترجع لنا. فأنا الحين بسوي برجع أسوي لها hide category واختفت من عندي. بعدين من annotate color for legend نضغط على أي مكان في البلان، نختار من space type rooms ومن color scheme name. كذا بيعطينا الكل اسم غرفة مختلف لون مختلف. نحط اوكي. اوكي وهذه الالوان. لو احتاجنا نغير الالوان علشان تمشي مثلا مع color scheme احنا بنشتغل عليه او ثيم معين نختارها، نسوي الادت. من هنا نقدر نغير كل الالوان ونقدر نغير يا color او مثلا نختار pattern معين. فمثلا في الباثرومز هنا اوكي زي ما انتم شايفين غيرنا الباثروم صارت هاتش بدل ما انها تكون colored. الجزء الاخير لو حابين نسوي جدول في كل المعلومات الخاصه بالغرف، في طريقتين، الاول من البروجكت براوزر، الطريقه الثانيه من فيو. بس قبل نكمل الطريقه حابه استعرض مشكلتين بتصير كثير مع مستخدمين الجدد لريفت. ليتس سي مثلا بالغلط يسكر البروجكت براوزر، فبعد كذا كيف ممكن يرجع البروجكت براوزر؟ في برضو طريقتين انه نرجعه. الاول انه من الفيو تاب نروح اليوزر انترفيس وفي البروجكت براوزر وفي البروبرتيز، لو تسكرت عليك اي واحدة منهم بالغلط تقدر ترجعها من هنا. المشكلة الثانية اللي بتصير مع كثير من مستخدمين الريفت انه ايش، يكون في اي element متسوي لها pen مثلا او وبعدين يحاول يحدد عليها ما ترضى تتحدد. السبب انه بيكون من السلكشن من هنا هذا الاختيار متسوي له uncheck، فلما يجي يحاول يحدد عليه يحاول يحرك ويحاول يعدل وما يرضى. فالحل سهل، انه من السلكشن تروح تفعل هذه الخاصية تحط لها check select pinned element، فبكذا تقدر بعد كذا تصلحه. هل هذا الاوبشن مفيد؟ ايوه مفيد جدا. انا بالنسبة لي دائما استخدمه لما ادخل بلان اسوي لها scale في ريفت اسوي لها pin، بعد كذا انا اصلا ما ابغاها تتحرك. فلما اجي احدد مثلا اي حاجة ابغى احددها احركها بيمسك لي البلان على طول وانا ما ابغى احدد البلان. فلما ادخل البلان اسوي لها بن اروح للسلكشن احط اشيل هذا الاوبشن سلكت بند اليمنت لانه كذا كذا انا ما ابغاها تتحرك. بس مثلا برجع اعدل اي شيء مثلا في الوولز بيكون متسوى لها بن دائما الكيرتن وولز، فبرجع يعني احدد على هذا الاختيار افعله. طيب نكمل الفيديو، بس حبيت انوه عن هذه المشكلتين اللي بتصير للمستخدمين. نسوي الطريقه الاولى من هنا، من قلنا من السلكشن سكجول اند من البروجكت براوزر سكجول اند كوانتيتيز ونروح نيو سكجول اند كوانتيتيز. الطريقه الثانيه نروح من الفيو سكجولز new schedules and quantity. طبعا الschedules في ريفت من الخصائص القوية جدا لانه تقدر تسوي basically كل element في المشروع schedule. فنروح من هنا مثلا نحط على الR عشان احنا نبغى الrooms فنختارها نخليها على new construction زي ما هي، ما بنغير اي option من هنا. اوكي فهنا بيبين لي ايش الاشياء اللي ابغى بينها. فمثلا ابغى الarea، ابغى اسم الرقم اذا ابغى احط الفلور فينيش، يعني في كل هذه الاوبشن نقدر نختارها. الليفلز لو عندي كذا ليفل في المشروع. خلينا نختار مثلا البارامتر نحط اوكي. بعد كذا بيكون السكجول بيطلع لي مباشرة تحت السكجولز اند كوانتيتي. هنا بيكون عندي روم سكجول اقدر اغير الاسم مثلا اكتب جراوند فلور روم سكجولز. طيب لو حابة ارتب الجدول، يعني انا ماني حابة الاريا تكون في البداية، ابغى مثلا الرقم بعدين الاسم، فكيف نسوي له اديت بكل سهولة من الفيلد؟ نرجع من هنا نختار انه الاسم يكون في الاول، بعدين الرقم، بعدين الاريا، بعدين البارامتر، نختار اختار اوكي
وبكذا نكون خلصنا. وهذا كل شيء الفيديو اليوم. اتعلمنا كيف نضيف الروم ستاك، وكيف نتحكم فيها في خواصها، وكيف نجهز البلان كولر ليجند للبرزنتيشن او بين اب، واخيرا كيف نستخدم المعلومات الموجوده اوريدي في المشروع او في المودل ونستعرضها بجداول، وكيف نضيف ونعدل على هذا الجدول. اتمنى يكون الفيديو واضح بسيط. لو عندكم اي استفسارات اسئله اكتبوها لي، او اقتراحات اكتبوها لي في الكومنت سكشن تحت الفيديو. لا تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أتمنى لكم يوم جميل، في أمان الله.